كل يوم في جديد مع تشات جي بي تي. دلوقتي لو عندك ملف بي دي اف تقدر تدردش معاه، يعني ترفع الملف على الموقع اللي هوريه لك اللي شغال من خلال تشات جي بي تي، من خلال حاجه اسمها اي بي اي، تكتب الاسئله وتشات جي بي تي يستخلص لك الاجابه من البي دي اف، وفقا لهذا البي دي اف تطلع الاجابه. مش بقول لكم البلوره السحريه عفركوش بتاع اسماعيل ياسين؟ تعالوا نتفرج على الموقع وازاي يفيدك كطالب او كمدرس او كباحث اكاديمي او حتى بشكل عام to get inspired. تعالوا نشوف ازاي هذا الموقع بيشتغل، يلا بينا. زي ما هو مكتوب قدامكم chat pdf، وده اسم الموقع chatpdf.com. طريقة سريعة وسهلة للدردشة باستخدام اي ملف pdf، تحدث الى الكتب والاوراق البحثية والكتيبات والمقالات والعقود القانونية، كل شيء تقدر تعمله من خلال هذا الموقع. اضغط على الموقع chatpdf.com، هتلاقي بيقولك هنا في الواجهة هذا الموقع للطلاب وللشغل كمان بتاعك، for work وايضا for curious minds. اقرأ بقى انت الموضوع، لكن خلوني اترجمها لكم هنا بالعربي، وهذه هي الترجمة بالعربي. وقف بقى، اعمل بوز للفيديو واقراها وتعالى نكمل. رجعنا تاني للوجهة الرئيسية، drop pdf، drop pdf here. انا برفع الكتاب حاليا على هذا الويب سايت، شوفوا هيحصل ايه بقى من غير اي تدخل مني. في البداية هيستعرض لي الفكرة وهيجيب لي مجموعة نقاط كبداية ممكن ادردش معاه من خلالها. وهذا هو يا حضرات، شوفوا بقى هنا السحر اهو. في الاول جاب لي 3 4 سطور عن الكتاب، وجاب لي اسئله ممكن ابدا ادردش معاه من خلالها او اكتب له تحت الاسئله اللي انا عايزها. جيت عند السؤال الاول عجبني، اضغط هنا هتلاقي بقى الاجابه بتتكتب في هذا الجزء. لو انت عندك سؤال معين تقدر تكتبه هنا، سؤال يكون له علاقة طبعا بالبي دي اف. ده ممكن يساعد الطلاب بشكل رائع، استخدموه صح يا شباب. وخد بالك لما بيجاوب على حاجة بيكتب لك الإجابة دي موجودة في أنهي صفحة، زي ما هو مكتوب هنا في الآخر. لو أنت طالب أو باحث أكاديمي أو حتى في أي مجال وبتستخدم بي دي اف في شغلك، ده هيوفر عليك كتير. جرب الموقع ده وشاره مع غيرك. ليه؟ خلاص بقى أنتوا عارفين، لأن الدل على الخير كفاعله. شير هذا الموقع وما تنساش تدعي لي.